هكذا إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا الشوط الماضي، تابعنا شوط أيضا بن طغان محمد غانم بن حمودة الظاهري 9 دقائق و25 ثانية. وانتقلنا إلى شوط جديد من أشواطنا المستمرة، الشوط العاشر بمجموع هذه الأشواط، والشوط العاشر يحمل فئة الأبكار، المهجنات، الأصايل، شوط الذي أيضا شوط الختام الذي يودع الأشواط الرئيسية. بالفعل ننطلق مع هذا الشوط ونتابع هذه الأسماء والشعارات الحاضرة والمنطلقة بهذا الشوط. نتابع البداية والمقدمة مع حيلة، حيلهم غير بن سالم بن حارب الحميمي، بينما المركز الثاني حرير علي بن محمد بن علي العيسائي، ولكن نتابع شعار بن زيتون مع المركز الثاني ومع مذهلة، مذهلة يا مذهلة، سيف بن أحمد بن زيتون المهيري، بينما المركز الثالث تتقدم هنالك طلعة مع المركز الثالث مبارك بن خليفة بالضبيب الشامسي، المركز الرابع هنالك منصورة مطر بن حمد بن حضيرم الاكتبي، والمركز الخامس خامس الاسماء هذه سيوف سالم بن حمد القرين العامري، يقدم سيوف على خامس الاسماء. اما المركز السادس تتقدم مهابة أحميد بن علي بن سعيد بن رويشد النيادي، والمركز السابع سابع الأسماء والشعارات مهمة مهمة، محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، المركز الثامن حرير، هذه حرير مع المركز الثامن علي بن محمد العيسائي، والمركز التاسع أتابع أيضا مداهمة أحمد بن خلف بن نايع النعيمي، وعاشر الاسماء الشاهينيه سعود بن عبد الله بالدويس الشامسي، يقدم الشاهينيه بالمركز العاشر. هذه النتيجه، النداء الاول للعشره الاسماء الاولى للعشره الشعارات الاولى المندفعه بهذا المسار. نتابع شعارات الخلف الكادر الاعلامي ونعود الى البدايه، نعود بعدما نلتقط الشعارات، شعارات أبناء القبائل المنطلقة في الخلف الكادر الإعلامي، ونعود إلى الصدارة والبداية الأولى إلى بالضبيب، بالضبيب من يقدم لنا أيضا على البداية، يقدم لنا طلعة 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 هنا من تتقدم مع صدارة الشوط، مبارك بن خليفة بالضبيب الشامسي يقدم لنا طلعة بهذا الرقص المميز وبهذا الأداء المميز والقيادة المميزة. بالفعل ركز يا بالضبيب، أهالي زاخر يطالبونك بالسلام مع طلعة، مبارك بن خليفة بالضبيب الشامسي المركز الثاني، وصلوا أهالي منازف
مع المركز الثاني ومع مذهلة مذهلة يا مذهلة سيف بن أحمد بن زيتون المهيري من يقدم لنا مذهلة على ثاني الأسماء، بينما المركز الثالث أهالي رميلة غادمين مع حيلة حيلة يا حيلة مغير بن سالم بن حارب الحميمي يقدم لنا أيضا حيلة على ثالث الأسماء. المركز الرابع نتأخر مع المركز الرابع نتابع الوصول والتقدم مع رابع الأسماء مداهمة أحمد بن خلفان بن نايع النعيمي بن نايع النعيمي يقدم لنا مداهمة المركز الخامس. هذه مهمة محمد بن غانم بن حمودة الظاهري مع مهمة. المركز السادس تتقدم مهابة أحمد بن علي بن سعيد بن رويشد النيابي. المركز السابع هنالك ايضا منصورة مطر بن حمد بن عبيد بن حضير ملك تبي. المركز التاسع او ثامن الاسماء اشوف اللي واصله واصله الشاهينية سعود بن عبد الله بن دويس الشامسي. المركز التاسع وصل الدعاية خميس بن عبيد بن سالم الراشدي. المركز العاشر تتقدم سيوف سالم بن حمد القرين العامري. هذه النتيجة النداء الثاني للعشرة الأسماء الأولى. نعود إلى البداية بعد هذا النداء بعدما أتممنا نداءنا الثاني كالمعتاد للعشرة الأسماء الأولى. نعود إلى بالضبيب نعود إلى طلعة 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 على بداية الشوط طلعة بشعار مبارك بن خليفة بالضبيب الشامسي. أهالي زاخر حاضرين مع هذا الشعار حاضرين مع هذا الاسم ومع هذا الاندفاع المميز في المركز الأول والصدارة الأولى بالفعل. طلعة 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 غايدة الشوط التي تترأس هذا الاجتماع تترأس هذا الاجتماع الكبير من شعارات أبناء القبائل من هذه الأسماء المجتمعة والمنطلقة والباحثة عن الفوز والناموس. بينما متعبة ايضا مذهلة على المركز الثاني مذهلة بشعار سيف بن احمد بن زيتون المهيري. يلا يا ابو حمد عوض بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع. ايضا مذهلة بالمركز الثاني اهالي منازف يطالبونك بالسلام. المركز الثالث وصلت مداهمة احمد بن خلفان بن نايع النعيمي. والمركز الرابع شوف المركز الرابع مهمة محمد بن غانم بن حمودة الظاهري. المركز الخامس وصلت الأسماء وصلت منصورة مطر بن حمد بن حضير ملك تبي. الكيلو الأخير المنعطف الأخير الكيلو المثير وصلت الأسماء وصل بالدويس وصل هنالك بن سالم الراشدي. ولكن البداية البداية المقدمة ما شاء الله طلعت طلعة 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 على البداية طلعة على المركز الأول. مبارك بن خليفة بالضبيب الشامسي بالضبيب الشامسي وبن زيتون وبن نايع وبن حمودة. الله 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 بدأت المعركة. ياهو صراع ياهو شوط ياهو تحدي ياهو صراع بن نايع بالضبيب 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 مع المركز الأول يقدم طلعة. مبارك بن خليفة بالضبيب الشامسي وبن نايع قادم بن حمودة قادم بن زيتون قادم. ولكن خلاص طلعة 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 على البداية بدأت تطلع بدأت تطلع بدأت تظهر على المركز الأول. مبارك بن خليفة بالضبيب الشامسي من يقدم لنا طلعة مع هذا الأداء مع هذا الرقص. اللحظات الأخيرة المئة متر النهائية لمن الناموس بالضبيب بن نايع بن نايع بن نايع بن نايع مداهمة مداهمة داهمة المركز الأول داهمة الفوز. سلام بن نايع سلام سلام مداهمة سلام المركز الأول مع مداهمة بالفعل. هذه مداهمة أحمد بن خلفان بن نايع النعيمي. المركز الثاني
إذن مشاهدين الكرام تابعنا هذا الصراع، تابعنا هذا التحدي. المركز الثاني وصلتنا بالمركز الثاني طلعة مبارك بن خليفة بالضبيب الشامسي، المركز الثالث شعار بن حمودة مع ثالث الأسماء محمد بن غانم بن حمودة الظاهري مع مهمة، المركز الرابع رابع الأسماء والشعارات المركز الرابع وصلتنا مذهلة سيف بن أحمد بن زيتون المهيري، والمركز الخامس خامس الأسماء أيضا مع المركز الخامس المركز الخامس منصورة مطر بن حمد بن حضير بن التبي. هكذا إذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا التحدي والصراع. نعود بالتوقيت الزمني، توقيت مداهمة اللي داهمت الفوز وداهمت الناموس باللحظات الأخيرة بالفعل 9:20 ما شاء الله، توقيت مميز، توقيت ممتاز مداهمة.